السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله ندير معكم واحد الحليوة بلا بات بريزي، نعمروها بشي شوية ديال الكريم باتيسير و لي فخوي اللي عندكم، البنان، البنان، الفريز، الكيوي، اللي عندكم تعمروهم بلا كريم ديال الحامض، لا كريم ديال اللوز، ديال الشوكولات. المهم انا غادي نعطيكم الوصفة اللي كندير انايا من زمان، كتصدق معايا رائعه وبنينه وزوينه. عندي هنا تقريبا عندي واحد 3 ديال الكيسان ما عامرينش ديال العنبه ديال الفورس. عندي هنايا بيضه، عندي هنا شويه ديال الملحه، وندير شويه ديال السكر وساشيه ديال لافاني، وعندي هنايا الزبده. الزبده راه كما شفتوها راها تقريبا بحراره المطبخ. انا جبت هذوك جوج تقريبا، فيهم الوحده فيها 113، فيها 113 غرام. هي اللي كنستعمل انا، هذه ديما هي اللي كنستعمل. الحلوه راه زوينه، الناس اللي هنا راهم غيعرفوها زوينه. بسم الله على بركه الله. هنا غادي نضيفوا هذا الساشيه ديال لافاني، من موراها غادي نضيف عليها واحد النغيزه ديال الملح باش كتكسر ديك سميتو، كتكسر ديك الحلاوه وديك الشيء ديال هذا. من بعد غادي نشد، غادي نضيف عندها واحد معلقه تقريبا ديال السكر، نزيد واحد النغيزه، نقولوا معلقه كبيره ونص ديال السكر صافي. من بعد غادي نشدو غير باش نطلقو مزيان. هنايا الزبده هانتوما شفتوها، راه بوماد باش انا كتجيني ساهله الخدمه. هنايا غادي نضيف الاولى وغادي نشوف على قد الطحين. ترمل معكم مزيان مزيان مزيان. هذه هي لاباز ديال البات بريزي. المهم هذه لاباط اللي غادي ديروا بها بزاف ديال الحليوات. انا كنت شاركت معكم شحال هذه في القناه باش يلا بديت شاركت معكم ديك لي تارتوليت صغيورين ديال لي فخوي. راهم كي غادي نضيفوا هذه البيضه هكا حتى هذه، هذه كنضيفوا نبدا نخلط ولا تجمعات. هو هذاك ما تجي شويه د الماء، نحاول ما نتلكش انتم، كنخلط غير بصبعاني. ما تلكوش، حاولوا غير تجمعوا. حتى كتجمع صافي. هنا غادي نرش ديك الرشيشه ديال الفورس غير خفيف، ما غاديش نكثر بزاف باش ما تقصحليش العجينه، لان كما شفتوا العجينه راها رطبه، راه خفيفه ورطبه، نورمالمون هكا خاصها تكون. غادي نحطها هنايا بشويه ديال السيلوفان. السيلوفان درت عليها البطاطا وغادي نخليها ترتاح، غادي نخليها ترتاح، من بعد عاد نعاودو نشوفو باش نخدموها جميع. هنا كيما شفتو هي وجدات لي هنايا العجينه، برتاحت شي شويه، غادي نهزها صافي. غادي ناخد غير واحد شويه ديال الطحين، ماشي بزاف، غير باش نطلقها. شوفو كي كتجي هنايا، نحاولو نخليوها مدوره شي شويه. جينا على الدائره ديال اللاطه، داك المول اللي غنديروا فيها بالطريقه عاوتاني. ما كنكثرش الطحين بزاف، غير شويه باش غير شويه باش يتشدناش فيه. مية وخمسين، والاخرى هذا ديال الضو وديال الغاز تقريبا 150 على ما اظن. المهم هي 350 هذا ديال الضو. نحاول نجمع بهذه الطريقه، وغادي نجيب المول ديالي. المول ديالي هنا راه صوبت فيها، صوبت لها
درتها بالزيت، شويه ديال الزيت نباتيه، غير بالزيت نباتيه وبسميتو وبالطحين هنايا صافي كما هكا كما شفتوا. كنحاول نلصقها شي شويه هنا في الجناب باش تطوع ليا تعطيني الطوع. انا ما بغيتش نديرهم صغار، نديرهم بهذه الطريقه هذه كبيره. من بعد غادي نوريكم كيف غادي ندير لها. غادي نحتفظ عليها حتى نعاود نخدم بها عاوتاني. هانتوما كيما شفتو هنايا هاهي كيما شفتو. هنا غادي نحاول ان شاء الله نصورها بالفرشيطة ولا تقريبا. هانتوما صافي غادي ندخلوها ان شاء الله في الفران. السلام عليكم البنات، هنا ان شاء الله بغيت نصوب معكم الكريم باتيسيا. عندي هنا واحد السيترو ديال الحليب، عندي هنايا هذا كريم باتيسيا انا غير كان عندي في البكية حيدته. هنا عندي سنيدة غادي ندير واحد جوج معالق ولا ندير ربعه ديال المعالق هنايا ديال السكر باش كيجي شي شويه. غادي ندير واحد جوج معالق كبار ديال ندير واحد شويه باش يعقد، وغادي نحاول نخلط مزيان حتى يعقد حتى يتخلط مزيان. عاد غادي نشعل عليه شويه باش ما يكسرش. هنا غادي نشعل البوطة وغادي نبدا نحرك حيتو ما شفتو كيبقاش لاصق في المقله في القصرونه. كنحاول ما امكن انه نبقى نخلط باش ما يلصقش، لان اللصق كيدير واحد الكحوله كيدير واحد الريحه. هنا حتى كنحيدوه من فوق العافيه، وعاد كنزيدو عليه فافاني ديك الساشي ديال لافاني. ما خصناش نديروها كي كيكون كيطيب باش كتبقى ديك النسمه. انا ما درتش فيه هنا لا زبده لا والو، خليته كما هو صافي. كنبدا نخلط مزيان، شوفوا هذا هو القوام ديالو. مازال غادي يبرد شي شويه، من غادي يبرد راه غادي يولي عاقد شي شويه، ومازال غادي نديرو في الثلاجه ملي دار فوق الحلوه. صافي هنا كما شفتو ها هو وجد معايا هنايا. صافي غادي نخليه يبرد شي شويه على ما نجيب الحلوه. هانتوما كتشوفوا صافي هنا خرجتها راه سخونه هيا مزيانه طابت مهشيشه. صافي غادي نحيدها. شوفوا هذا لافونتاج ديالو انه دغيا كيزول، على عكس ملي كديروه في شي مول الدجاج ولا في شي مول واحده اخرى كيبقى صعيب باش تحيدو. هانت طايبه من التحت كلشي مزيانه محمره، بمعنى غديروا القياس اللي قلت لكم ديال الفران. كندير انا 350 ديال الضوء، يمكن 180 انا سمحوا لي 180 ولا 170 ديال الغاز، هادشي اللي كنعرف. صافي هنايا على ما بردات شي شويه صافي كبيتها فوق الحلوه كما كتشوفوا. صافي انا غادي نحاول نفرقها كاع على ديك العجين اللي كاينه ديك لاطارت، وصافي غادي ندير لي فخوي ديالي. وكما قلت لكم راه الفخوي اللي عندكم ديروه، الا ما عندكمش كاع الفخوي ديروا غير الكريم باتيسيير خليها هكاك وديروا فوق منها الكوك ولا اللوز مهرمش ولا المهم، ماشي ضروري الفروي. هي كتجي زوينه هكا بالفروي مع داك الحموضه ديال الفريز ولا
هذا كتجي زوينه، ولكن راه اللي كان ليسونسييل هي لاباز ديال لاباط، كتجي زوينه صافي. راه كديري معها اي حاجه كما سبق وقلت لكم، كديري معها الكاناش ديال الشوكولاط، اولا كديري معها الخليط ديال اللوز، اولا كدير معها السيترون، هذا الكريم باتيسير وسميتو السيترون، ولا دير كريم ديال السيترون هكاك. مهم انت وكي بغيتي ديري لها. انا هنا لان ديجا عندي الفروت، راني عمرتها بالفروت. صافي كديري ديك الشكيله ديال الوريضه الوسط ولا فريزر الوسط ولا اللي بغيتي. المهم هادي هو الشكل ديالها النهائي، راه كتجي بنينه وزوينه وساهله التحضير. انا حضرتها في 10 ديال الدقائق غير بالتصوير وديك الشيء، اما هي راه اسهل منها ما يكون. نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم، ولا لايك ولا كومونتير في حد ديما، ولا لا خطيكم. وشكرا بزاف.